الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج قريبات. لاباس لاله. كيدايرك سيدي بخير؟ بارك الله فيك الحمد لله. لاباس عليك الله يخليك ما عز عليك. اللهم امين لاله. انا راه تحزيت عليك زدت من اكادير زدت عندكم هنا في الاذاعه. هذا صافي خمس ايام دابا ولا ما عرفتش ست ايام من نهار الجمعه. ما عرفتكش كتجي في الصباح مشيت الاذاعه الاخرى ديال دوزيان. ما كاين باس. في واحد السيدة راه هنا فين كيكون وليت عندك هنا. مرحبا لاله مرحبا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بغيت عندك الله يرحم لك الوالدين. عندي مشكل مع الراجل. ايه. عندي الراجل الاول الله يرحمه خلى لي ثلاثة الوليدات. الله يرحمه ويصل الرحمات. والراجل الثاني هذا تزوج فيه دابا عندي معاه الولد. دار فاتحة مع شي بنت الناس وتزوج بها. بلا كاغط بلا حتى شي حاجة. بالفتحة بلا كاغط بلا بلا عدول بلا محكمة. ما دار معاه حتى شي حاجة. أنا كان كيضربني وهز لي الوالدة ديالو وعائلته أختو فيها السكر مو فيها الزهايمر عايشة معاه بخير وعلى خير. وأنت أختي حبيبة تزوجتي معاه بالكاغط؟ تزوجت معاه بالكاغط عندي الكاغط ديالي معاه. وفي الأول كان غادي معاك مزيان في الأول؟ كان غادي في الأول ما بين حتى شي حاجة. وتزوج معك وعندك ثلاثة الوليدات واش خليتهم معاك ولا؟ الوليدات كانوا معايا قال لي على راسي وعينيا. في الاول هادشي في الاول. هادشي في الاول قال لي غيكونوا معايا غيكونوا معانا ياكلوا معززين مكرمين. مزيان. ملي بغيت نشوف قال لي دابا غادي تحطيهم في الخيريه. عندي واحد كاين عند الوالده ديالي وهاد الجوج قال لي تحطيهم معايا يجلسوا معانا. شويه قال لي غادي نديهم نحطهم في الخيريه. وغادي تبقاي معايا وغادي نلوم عليك الخيريه غدير هكا الخيريه غدير هكا بدا كيدور في هنا ويدور في هنا. قلت لي واخا مشيت ديه الدراري وحطيتهم في الخيريه. ايه على وعدي وسعدي قلت ندي ولادي في الخيريه نشوف. وسخيتي بهم لاله حبيبه؟ حطيتهم في الخيريه ديال اكادير. ايه ملي حطيتهم تمايا بدينا كنكريو من بلاصه لبلاصه. انا كنخدم هو كيخدم. مزيان. داك الخدمه ديالته هو مني ولينا داخلين وليت حامله وليت داكشي ولا كيتراود عليا من هنا ومن هنا. يعني جيبي انت عندك الاولاد ولا هو ينعس صاحبه هو اللي كيحل الكراج ديال الماطر كيبيع هو يقول كاين هو ما كاينش وبدا تيسكر كان قاطع الشرب كان قاطع كلشي ولا تيشرب. لا حول ولا يصرف على هنا ويصرف على هنا ولاصقين فيه ولاد اختو. قلت ليه كيقول لي راه امي راه هذا راه شي نهار غنمشي نسكن عند امي ما تخلصي لك لا راه والو الدار ديالها راه كتفكري العيالات وتفكري الرجاله الدار عامره. قلت ليه انا هذيك الدار ما غاديش في الصلاح ديال الناس اللي كانوا كيكريو الزوافريه ويكريو العيالات ما غاديش في الصلاح لينا حنا. نعم. حنا مزوجين حنا نكريو بوحدنا ونجلسو بوحدنا. قال لي لا انا ما بقيتش قادر على الكرا وانا قلت له ما قدرتش انا كنمشي نخدم عند الناس. داكشي اللي قسم الله غنجيبو انا وتجي انت شويه انا شويه ونتعاونو. هادشي ما قلتيش ليا في الاول قلتي ليا في الاول ما شردش انا ولادي نحطو في الخيريه. لا اله الا الله. قال لي لا دابا هادي هي الهضره اللي قلت لك هادشي اللي كاين هو اللي كاين. درت معاه انا بحال قلت مني وليت كنكري معاه من بلاصه لبلاصه ولا ديما في كل عشيه ما يخلي لا مصروف لا تاش شي حاجه ويحبسني تما في المحل ويقول لي ما كاين لا ماكله لا والو. ونمشي ضل في الكراج والناس تاو دوك الجيران بحال هكا كيديرو ميكانيكيان تيجيب ليه الطعام تيجيب ليه داكشي يتم جايبو يجري ويجي عندي وحط داكشي اللي قسمنا ديال هذا ويقول لي انا خدام غادي نجري لا سمح. في العشيه ملي كنبغي نتناقش معاه نتحاور معاه على هاد الشيء نقول ليه هذا راه ما كنتيش داير معايا بحال كوما كنت قلبتي واش وقع واش ما وقع. هذاك الحوار ما بغاش يجبدو معايا كيجبد ديما نحط القرعه ونحط الكاس. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت ليه وكلت عليك الله وكلت عليك الله كون بقيت غير انا وولادي. دابا خلق الله كانت عندي ديك الساعه 3 شهور 4 شهور. قلت لي دابا وحشت عندي ما ندير. كنصبر كنهضر مع الناس كنهضر مع امي ولا شي حاجه تقول لي بنتي صبري ما عندي ما ندير لك. هذاك الزواج انت اللي بغيتي ما عندي ما ندير لك ليه. لا اله الا الله. محمد رسول الله. بقيت كندادي معاه وداتي خويا قريبات
كم دادي معاهم دادي معاهم من هنا من هنا نكري في المكري ضروري ناكل عشاء ضروري نمشي نخدم وليت تنحط عليه وليت كنتسلف واحد الخطره مشيت سلت قلت لي غادا نسافر عند امي عند الدار البيضاء قال لي سير الدار البيضاء جيب لي شي فلوس إذا كان عندكم شي فلوس لا بيعي شي حاجه ولا هذا غادي نشري المطر ونبدا انا وياك بالنص مشيت الله ودات سي كريزات إلا مشيت سافر واحد البلاد ما بغيتش نبيعها ومشيت باتها ماشي بعثا ما سنيت ما حتى حاجه من عند خالي. إيه هذيك البلاد كي النصيب ديال امك هي النصيب ديال الام ديالك لا البلاد ديال الوالد الله يرحمه. إيه مني مات الله يرحمه بداو خوتي كيبيعوا في البلاد تما مشيت نصيبي انا مشيت عند خالي قلت ليه هانت بغيت انا نصيبي ونكتب معاكم ما مشيت مع بين الحد والسبت ما كتبوش لي العدول قال لي لا ما نكتبوش لك حتى تجيبي شي ورقه قال لي خصك تجيبها من الرسم ولا شي هذاك الشيء عاد نكتبو. ملي ما كاينش هذه قال لي خالي انا تيقفك هكا 60 الف ريال وتشري ديها وسيري. باعها لك ب 60 الف ريال او بعتها لي ب 60 الف ريال. باعها لي 60 الف ريال. وهي قيمتها الحقيقيه شحال؟ هي القيمه ديالها غاليه ودي السي كرايبات هذه الهضره الا غنقولها لك هذيك البلاد كياكل فينا خالي من الزياده ديالنا وحنا كياكلها قال لك حياه با حياه والديه هو كياكل في ديك البلاد خلاها لي وكياكل فيها ما كياكل فيها كمات الوالد وبداو خوتي كيبيعوا عليه بحال كيبيعوا ليه بطاطا. لا حول ولا قوة الا بالله. تزوج وخصاتو شي حاجة كيمشي ودا الحاج يبيع ليه نصيبو ويجي هذيك البلاد دركا بقينا فيها هنا خمسة الخوت. أنا مشيت عطيتو النصيب ديالي ونصيبي ما كتمتش معاه. أخذت 60000 ريال ووعدتو باش غنردها ليه باقا ما رديتهاش ليه جدا الراجل طب فيها. صافي وبدا كيكري من بلاصة لبلاصة ومحيح مع الناس ينكريو عندهم والحالة ويضرب فيا وأنا نمشي للدار. جوج خطرات وأنا كنمشي للدار. وتلاقى مع هذا الراجل اللي قلت لك انا عنده بنتو ما تعرف عليه ولا شي داكشي ودار فتحول لك يمشي عندهم وانا ما في خباري حتى كيقول لي الناس راه عنده واحد الصيله مع شي ناس خاطر. لا حول ولا قوه الا بالله. خديجه حبيبه للاسف انقطع الخط. حبيبه ما عندها زهر. لا حول ولا قوه الا بالله. سمعنا هذا الكلام اللي هو مؤثر للغايه. وكانوا الناس كيتكلموا هاد الايام على مناهضه العنف ضد النساء. هذه شهاده حقيقيه وواقعيه للاخت حبيبه اللي تعرضت للظلم وتعرضت للاعتداء وتعرضت للاقصاء والاهمال الزوجي. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى ان شاء الله اذا كان ممكن اخونا سامي انه يقدر يرجع لنا المكالمه ديال حبيبه لانه يبدو ان عندها مشكل كبير ودابا الان كيتطور بسرعه. وفي حبيبه ربما نحتفي بجميع النساء المعنفات، جميع النساء المقهورات، جميع النساء المعذبات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخونا سامي كيحاول جهده باش تعاود ترجع المكالمه ولكن يبدو كاين اللي ما عنده زهر ما عنده زهر. كاين اللي عنده الزهر كيهرس الحجر وكاين اللي مسكين دائما يلاه كيتم غادي في الطريق وكيوقع عليه المانع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لالا خديجة إذا كان ممكن توصلي معنا مرة ثانية أو حبيبة من أكادير توصلي معنا مرة ثانية ونسمعوا المشكل ديالك لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يفرج عليك وعلى جميع المسلمين يا رحمن يا رحيم. احنا في انتظار خديجة أو حبيبة من أكادير في انتظار أنها تعاود تصل معنا مرة ثانية وتكمل لنا القصة ديالها ونشوفوا المشكل اللي عندها.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.